السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. جيت اليوم البنات نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي دابا مشهوره في المواقع التواصل الاجتماعي، كتجي زوينه. هاد الكيكه البنات ديال القرعه، ماشي كطيب في القرعه وانما كدار في وسط القلب ديال الكيك. كنديروها البنات في الوسط وكنبقاو نكبو الخليط هنا في على القرعه. المهم انا غادي نحضر الخليط ديال الكيك ونرجعو باش نحضرو مع بعضياتنا في القلب ديالها. المهم انا غادي ندير كيكه عاديه البنات، كيكه كاين كيقول لها كيكه ديال الحمار الوحشي، كاين كيقول لها الزيبرا، كاين كلها واش كيقول. المهم هاد الكيكه البنات انا كندير فيها كاس عنبه ديال السكر سنيده وكاس عنبه ديال الزيت، وكندير هذا ياغورت. انا عندي هنا بنكه ديال الموز ديال البنان. هاد الغرف هذا كيهز 110 غرام، وعندي واحد نص كاس عنبه ديال الحليب، وعندي واحد جوج معالق كبار ديال الخل، وعندي البنات اللون هذا البودره ديال الكاكاو على حسب اللون اللي بغيتو نتوما. الا بغيتو ديرو غير كيس ديرو، بغيتو ديرو جوج ديروهم. عندي واحد الساشيه ديال الفاني وعندي ثلاثه ديال الخمارات البنات، وصافي. والدقيق هي وما رفدات، انا غادي نعبر معكم شحال رفدات. وعندي البنات من طبيعه الحال نسيت واحد الحاجه اللي هي مهمه في الكيك، نسيتها انا هذا النهار. عندي ربعه ديال البيضات، غادي نجيب البيض انا ما دايرتوش في الثلاجه، يلاه جبتو من الحانوت، غادي نجيبو نغسلو ونرجع معكم. دابا البنات انا رجعت معكم، عندي هنا ربعه ديال الحبات ديال البيض. انا غادي ندير كلشي في الكاس ديال مونينيكس. عندكم الطراب البنات الكهرباء يديروه، بغيتو ما عندكمش حتى هذا كاس المونينيكس، راه كنظن ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش. يدير غير الفوي، ولكن هذا الكاس كيسهل يسهل الماموريه كما كنقولوا. ربعه ديال البيضات البنات يكونوا من الحجم الكبير. ندير كاس نبات ديال السكر سنيده، اللي بغا يزيد الحلاوه البنات يقدر يدير كاس ونص، ولكن الاحسن كاس كتجي هي هاديك. ندير كاس ديال الزيت تصور بقياس ديال العنبه، غادي ندير هاد الياغورت، انا درت المكهة ديال البنان. المهم ديروا الفاني ولا ديروا البنان ولا اي مكهة كتفضلوا، ولكن الكيكة البنات من الأحسن ديرو كيجي زوين بالبنان والفاني، ولكن بالخصوص أنا كيعجبني البنان. وصاشية ديال الفاني، غادي نديرو البنات رشيشة ديال الملحة، دابا غادي نطحن هاد بلاتي راه نسيت نقول لي البنات انا المرة غير كندخل ونخرج. نص كاس ديال الحليب، ودابا غادي نطحن هاد المقادير هادو اللي درت انا في الكاس، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. دابا البنات بعد ما طحنت الخليط ديالي غادي نخويه في واحد الاناء، ها هو البنات كيولي على هاد الشكل هذا. دابا غادي نعبر قدامكم دقيقه البنات باش تعرفوا شحال درنا ديال الدقيق.
وغادي نغربلو. غادي نزيد كاس تاني هو البنات الكيك دائما ما ديروش الاخر الخليط تكون ثقيل باش ما كتجيكمش الكيكه مدقصه، دائما تكون ما بينه وبين، ماشي تديروه قاصح، ماشي ديروه عاود ثقيل حتى خفيف، كطلع حتى كطلع في الفرن وكتهبط. انا درت هادو جوج ديال الكيسان، وغادي نزيد واحد النص ونشوف. غادي ندير ثلاثة ديال الساشيات ديال الخميرة، كل كيس فيه 8 غرام. كنحركو الخليط ديالنا، باقي خاصها دقيق. انا درت هنا نص كاس وغادي نشوف. دائما البنات حاولوا توجدوا شي حاجه لوليداتكم في الدار حسن من داكشي اللي كنشريو من الزنقه. جالسين اللهم داكشي اللي كنديروا راه حسن، واخا يكون كيف المهم كيف ما جاتكم الحاجه، راه ماشي بحال داكشي اللي كنشريو من الزنقه وما كتعرفوش شنو هو. هاو البنات غادي ندير هنا واحد هاد القرعة، جوج معالق ديال الخل الأخير. البنات أنا هاد الكيك باقية نفرقو على جوج، وهاد السر البنات ديال الخل كيخلي الكيكة كتجي نقية من الداخل، كتجي بيضة مكتجيش من الداخل بحال حمراء ولا، المهم الكيك كيجي بيض من الداخل، ثم ديروا داك المحسن ولا هادي الخل حسن، اي خل كان عندكم يا بيض يا. هادو ثلاثة ديال الكيسان البنات ديال الدقيق اللي درت انا دابا غادي ندوز نجيب واحد الاناء فاش غادي نفرق هاد الخليط ونطلقه. دابا البنات انا غادي نفرق هذا الخليط على جوج، وحتى البنات غادي نخليه بيض، وهذا غادي نزيد له واحد الساشيه ديال الفاني ونشوف اللون على حسب اللون اللي بغيت انا واش ولا اللي بغيتو نتوما. المهم كل واحد كيدير داكشي على حساب الذوق.
غادي نخلط ونشوف. وهاد الكاكاو البنات ديال الصاشيات كيعطي الريحة ديال الكاكاو غير الصاشيات البنات بركة. وانتوما الا شفتو هاد الخليط هدا تقال ليكم يمكن لكم تزيدو له واحد القطرات ديال الحليب ولا ديال الماء، حتى ما عندكمش الحليب ديرو غير القطرات ديال الماء. البنات انا راه تكفح لي واحد شويه ديال الكاكاو، غادي نخليوه دابا على جنب وغادي ندوز باش نجيب المول ندهنوا بشويه ديال الزبده ونصفوا الدقيق. دابا البنات بعد ما تنسى المول ودهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق، دابا غادي ندير الخليط الاول. على هاد الشكل هدا غادي ندير الخليط التاني فوق منو، غادي ندير التالت عاود الأبيض، غادي ندير عاود الابيض من الفوق. البنات ما تكبوش بزاف انا راه غادي ندير عاود راه ساهل البنات. غادي ندير هاد هذا اللون الاسود، غادي ندير الشيء اللي بقى ليا. المهم كتبقاو ديرو الابيض عاود ديرو الخليط الأسود وانتوما ماشيين. دابا غادي نكب هادشي اللي بقى، البنات بعد ما كملت انا الخليط ديالي كله كبيته غادي نحيد هاد القرعه ودابا البنات غادي ندخلها الفران وبعد ما تطيب ان شاء الله هي الطياب ديالها كيف الكيك العادي.
انا غادي ندخلها الفران وبعد ما طيب ان شاء الله نتلاقاو. ها هي البنات الكيكه ديالنا بعد ما كطيب كتجي على هذا الشكل، هذا كتجي البنات زوينه، غجربوها. انا زينتها غير بشويه ديال لوز ايفيلي ولا كاكاو ايفيلي. انا هادشي اللي عندي دابا متواجد، اللي ما عند اللي ما عندكمش هي اصلا هي راه مزينه، راه صاب راسها راه كتجي زوينه البنات. انا غادي نقطع لكم واحد الطريف غتشوفوا، نخليه حتى بردت شويه. هاي البنات كتجي هشيشه، اسفنجيه. ولا عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا اللايك، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. مرحبا به والف مرحبا. وهذه هي الكيكه البنات اللي وجدناها النهار اللي حضرت معكم. الا شربتوها راه ما غاديش تندموا عليها، راه كتجي زوينه، غير جربوها لوليداتكم. واللي جربتها ترد عليا الخبر في لي كومونتير. وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.